السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن شاء الله في فيديو اليوم غادي ندير لكم طريقة جد جد مبسطة ديال الملوي كيجي كي مورق بواحد الشكل اللي هو عجيب وكيبقى هشيش واحد مدة اللي هي طويلة فتابعوا معايا الفيديو إلى الآخر باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير أه هنا بالما بالنسبة لي أنا خديت مقادير كتير يمكن لكم ديروا نصف الكمية فقط خديت أنا نصف كيلو ديال الدقيق الأبيض فورس أو لفارينا معها كيلو ديال الدقيق الصلب القمح ولا الفينو كل واحد على حساب الدول كل كي معاها ملعقه كبيره او ملعقه طعام ديال سكر حبيبات وملعقه طعام ديال الملح ملعقه كبيره ديال الملح معهم نصف ملعقه طعام ديال الخميره الفوريه ولا خميره الخبز هنا غادي ندوز باش نحرك العناصر الجافه حتى تنسجم مع بعضياتها ومن بعد غادي ندوز باش نخلطهم هنا انا خديت جوج ديال الكيسان ديال دانون طبيعي من فئه 110 غرام وخففتهم بالقليل من الماء يمكن لكم تعوضوهم بالحليب اللي يكون دافي هذه هي الصراحه السر اللي كيخلي المسمن ولا حتى الملوي واخا كيبرد ما كيجيش الاستيك ما كيجيش يعني كيتجبد فهو كيبقى رطب رطب هذا هو القوام ديال العجين فانتم الا ما كملتش لكم العجين يمكن لكم تكملوها بالماء عادي هنا هو القوام ديال العجين كما قلت لكم فما يكون رطب بزاف متكونش العجينه يعني خفيفه وما تكونش قاصحه بزاف تكون بين وبين باش كتعاونكم في التوراق ديالها فكما قلت لكم من اسرار نجاح المسمن ولا الملوي هو ان العجين خاصة ترتاح ضروري نخلوها ترتاح واخا تعجنيها بيدك ولا بالعجانه ضروري السر ديال النجاح ديالها هو ان خاصها ترتاح هنا يعني مادام أننا درنا فيها الخميره ديال الخبز ما نخليوهاش بزاف باش ما تخمرش تقريبا خمسة دقائق حتى ل دقائق في واحد البلاصه اللي غطيناها بلاستيك غذائي ولكن ما ندفيوهاش باش ما تخمرش وكندوزو كنشكلو كويرات بالحجم اللي حنا محتاجين يعني كل واحد كيقطع كي الحجم اللي بغا هنا يعني غادي نخليها تاني ترتاح لي واحد خمسة دقائق وغادي ندوز الخلطة ديالي غادي ناخد هنا الزبدة من بعد ما ذوبتها وحيدت منها الحليب اللي كيكون كي فيها يعني زبدة نباتية كان كنحيد منها الحليب وكنحيد منها الماء وكنحتفظ فقط بالزبدة والقليل من الزيت فقط باش يعاونني في سطح العمل وهنا خديت الفورس هنا فقط الفورس خلطته مع القليل من النشا ديال الذره وكنحركهم مزيان يعني هذا عوض الخميره ديال الحلويات فجاتني عديد من التعليقات في الفيديوهات السابقه انا بزاف الناس ما كيبغوش الخميره ديال الحلوه في في المسمن ولا في الملوي فهذه يمكن لكم تعوضوه بالدقيق الابيض يعني تقدروا تاخذوا ربعه المعالق ديال الدقيق الابيض معاهم جوج المعالق ديال النشا نشا الدورة بطبيعه الحال انا فقط للاجابه على اخت كانت سولتني علاش اللون ديال الزبده كيجي هكا ولا برتقالي جو سي با كيبان لها فحيت كنحيد منها انا كاع الماء اللي فيها كنحيد منها الحليب كامل باش كتجي مورقه وكي يعني كتساعد في التوراق كما غتشوفوا معايا العجينه ملي كترتاح فكتجي ساهله في الخدمه ديالها هنا يعني ماشي بحال المسمن ما غديش نحاول نبسطها بزاف حتى يبان سطح العمل فقط واحد شويه ومن الاحسن تبسطوها على واحد الشكل اللي هو طولي كان واحد الكميه لا باس بها من الزبده كنضيفو الفورس الخليط ما بين الفرص والنشا كنطويو على جوج ومن بعد كنطوي على اربعه وهنا كنبقى هاد السميطات كنبقى نحط وحده وحده حتى كيرتاحوا انا غادي نضيف لكم وحده اخرى باش تشوفوا الطريقه فهنايا كيبقى كل واحد على حساب يعني امكانيات ديالو على حساب اللي موجود عنده في الدار فيمكن لكم تستعملوا ايضا الزبده النباتيه ولا الزبده الحيوانيه فانا كنقصد بالزبده الحيوانيه هي الزبده اللي كناكلو عادي مع اللي كندهنوا بها الخبز ولا كندهنوا بها الشيار البغرير هذيك هي الزبده اللي كتكون من اصل حيواني هنا من بعد ما ارتاحوا ليا يعني لو اللي كملتهم كاملين كنبدا بالاولى اللي لي ورقت الاولى فكتكون طرخات ليا يعني ما بين نجي فين نخدم وكما كتشوفوا ما كيلصقوش مع بعضياتهم كيبقاو مورقين هنا كندير القليل من الزبده يعني لا داعي اننا نكثروا وكنرش بالدقيق والدقيق ابيض كما قلت لكم والنشا وكنحاول انني نروليها هنا ما كما كتشوفوا انا ما كنبسطهاش بزاف يعني فقط شويه و كندير يعني لا داعي انكم تبقاو تضغطوا عليها حتى يبان لكم سطح العمل فهداك الطراق اللي درنا في الاول هو اللي كيجي حيت بزاف البنات كيوك ما كيجيناش مرق حيت كنبقاو نضغطوا و ولفت ان الورقه كتجي خفيفه بزاف و كتجي رقيقه فكتقطع وبالتالي ما كيجيش داك التوراق نهائيا بين فمن الاحسن نخلي واحد شويه يبان ومن بعد من غتبسطيها راه يعني راه ضروري كينقص ما كيبقاش غليظ فحاولي تبسطي فقط شويه كما كندير انا غير يعني بسطيها شويه بيدك وطويها يعني على شكل مربع ولا ماشي ضروري تروليها شوفي انا كيفاش كندير كتجي ساهله والتوراق في ما غتشوف معايا من بعد كيجي التوراق ديالها باين واضح يعني لا داعي انك تضغطي عليها بزاف حتى يبان يعني سطح العمل فقط هذه الطريقه في الصراحه كيديروها حتى الناس اللي يعني كيبيعوا المسمن في الزنقه راه هذه الطريقه اللي كيديروا فما كيبقاوش يورقوا فيه راه غير مجرد انك تورقي في الاول هذا كافي من بعد ما كنساليهم كاملين ضروري تساليهم كاملين خليهم حتى يرتاحوا ضروري يبقاو حتى يرتاحوا هنا ما تخافيش منهم واخا يخمرولك هنا يعني نخليهم حتى يرتاحوا تماما علاش باش ما كيجيناش داك الوسط كيجي غليظ وكطيب من الجناب والنص كتجي معجنه فملي نكونوا نقرصوا فيها نضغطوا عليها من الوسط والجناب غير بشويه ما نضغطوش عليهم بجد غير بشويه هنا كما كتشوفوا راني وضعت واحد المقلاه حطيتها حتى سخنات ومن بعد يعني كنرمي الملوي ديالي عادي كندير واحد العافيه اللي تكون مهي ماشي مهيله متوسطه وكنبقى نحرك فيها بهذه الطريقه انا اعتمدت انني نديره فوق البوطه فما الفا كندير المقله ديال الضو فبزاف البنات كيقولوا لي لا راه جاك محمر حيت دايره المقله ديال الضو لا عادي راه نفس الطياب كيجي كي المقله ديال الضو كيف الغاز بحال بحال غير هو ضروري نبقاو نحركو في المسمنه فاش كيجي داك اللون متجانس وما كتجيش يعني طايبه من بلاصه وبلاصه لا كما كتشوفوا كتجي الصراحه اللون ديالها كيجي زوين كنحاولوا ندوروها بهالطريقه باش كتشد اللون من كاع الجناب شوفوا معايا كنحاول نحركوها بحيت البوطه بطبيعه الحال ما غاديش تحمر الجوه كاملين فحنا كنبقاو ندورو فيها غير بشويه هنا راني مسرعه الكاميرا ولكن راه كندورها غير بشويه بشويه ما كندورهاش بالزربه و في نفس الوقت كنضغط عليها غير شويه ماشي بزاف هنا كما كتشوفوا اللون ديالها كيجي محمر وكتجي مورقه ورق تماما هنا استمرت بنفس الطريقه تكملت الكميه ديالي كامله وغادي ندوز باش نوريكم الشكل النهائي ديالو كيفاش جا فيعني كما شفتوا الطريقه جد جد مبسطه هنا راه مازال سخون كما كتشوفوا جا مورق هنا مازال سخون ملي كيبرد راه كيتحل بكل سهوله مازال ملي كي كيكون سخون راه شويه ما كيبغيش يتحل ولكن ملي كيبرد راه كيتحل كي اكثر فضروري ديروا فوق واحد القغي كما كتشوفوا انا ما تحطوش فواحد الزيف وتسدو عليه باش يبقى التوراق ديالو باين ما على بعضياته من بعد كان هذا هو الفيديو ديال اليوم فكنتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم فلا عجبكم ما علاش يعني اللايكات كيكونوا قلال 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 فيعني ما تكونوش بخلاء في اللايكات وما تكونوش بخلاء في البارتاج فيعني فيديو كيكون فيه مجهود كبير في حين ان لي لايك يكونوا قلال والتعاليق قلال فهذو هما الفيديو على انه ينتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي كنتمنى ان الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم كنقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه والسلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله